يصورون القرار 425 وكأنه الحلم أو نهاية الأحزان، فيه الهدف الأول والأخير، ويستندون في هذا السياق للخطب الرنانة تحت ظلال الصنوبر وللمؤتمرات الفارغة العربية والدولية، ويتباهون حتى باستخدام قوات أجنبية غربية أو أطلسية لحماية أمن إسرائيل. والحقيقة تكمن في طموح ورغبة البعض في الحكم وخارج الحكم في لبنان، بتحويل لبنان أردنا ثانيا تطوق من خلاله الخاصرة السورية، ويضرب التحالف الاستراتيجي اللبناني السوري الإيراني، وتجهض لاحقا المكاسب الوطنية والإسلامية لصالح اليمين المستكبر والرجعية. لكن الشعب الوفي لا ينسى، وذاكرة التاريخ أقوى من بهرجة المال ومن حديثي النعمة وأنصاف الرجال ولا رجال.